السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلدان متأزمة كثيرة من حولنا، ووضع اقتصادي طاحن في بلداننا، ومن هنا وهناك تتداول الأخبار حول الوظائف المتعلقة بالقتال ضمن الحروب البينية، قتال في اليمن وقتال في ليبيا، وكذلك الالتحاق بالشركات الأمنية العالمية ضمن نمط الحروب الجديدة التي تعتمد على أفواج المرتزقة لتقليل الحمل عن كاهل الجيوش النظامية. وكذلك لتقليل الكُلَف على الجيوش بتخلصها من تبعات قتل منتسبيها وما يتطلبه ذلك من كفالة لأهل المنتسب أو أوضاع خاصة ضمن ما يعرف بقوانين الشهداء. ومن جانب آخر دول غنية تحتاج جيوش دول فقيرة مسحوقة اقتصادياً، فتنتقل القوات من بلد إلى آخر بهدف المال أو رغبة في تحقيق أهداف سياسية للمسؤولين في الدول. ارتبط ذلك بأمن قومي أم لا؟ فما هو الوصف الشرعي للقتال في مثل هذه الحالات؟ ما حكم القتال عموما رغبة في كسب المال؟ هل يختلف الحكم إذا كان الطرف المقابل مسلما أم غير ذلك؟ هل على الجندي النظامي أن يخالف الأوامر إن كان الطرف المقابل في القتال مسلما؟ ما حكم إرسال الحاكم لقواته للقتال في بلد آخر بهدف كسب المال للدولة أو حتى تحقيق أهداف سياسية؟ وما حكم من يقتل في مثل هذه الحالات؟ وهل يعفى المكره؟ على القتال من المسؤوليه ام يلزمه عمل ما. قتال الجاهليه عنوان حلقتنا لهذا اليوم ونعلق فيها ايضا على اكراه بعض الشباب السودانيين للقتال تحت صفوف خليفه حفتر في ليبيا. ويسعدنا ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف اهلا بكم شيخنا. اهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله. كما يسعدني ان اذكركم اعزائي المشاهدين باننا سنتلقى اسئلتكم المتعلقه بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، فضيلة الشيخ ابتداء ما هي الحالات التي يشرع للمسلم فيها القتال؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين <applause> أما بعد فبداية أبين بأن القتال هو نوع في شريعتنا نوع من أنواع الجهاد وهذا القتال مشروع في حالات محصورة بيّنتها شريعة الإسلام هذه الحالات إما أن تكون حالة الدفاع عن النفس يعني حالة خاصة وإما أن تكون حالة عامة بالدفاع عن الدين والدفاع عن الأمة وحماية الحرمات والزود عن الحياض وما إلى ذلك أما الحالة الخاصة فهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ولما ساله احد الصحابه قال يا رسول الله ارايت ان جاء من يريد ان ياخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال ارايت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارايت ان قتلني؟ قال له فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال هو في النار. فالنبي عليه الصلاه والسلام بين أنه ينبغي للمسلم أن يدفع عن نفسه الشر ولذلك فقهاؤنا رحمهم الله يبوبون دائما بقولهم باب دفع الصائل هذا الصائل أي المتعدي الذي يريدك في نفسك في دمك في مالك في عرضك ينبغي لك دفعه بالأخف الأثقل ولو أدى ذلك إلى قتله دفعا لشره وكفا لأذاه هذه حالة خاصة واما الحاله العامه فهي القتال في سبيل الله عز وجل اعلاء لكلمته وحمايه لدينه ويشمل ذلك عده احوال الحاله الاولى فيما لو دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فان دفع هذا العدو يكون فرضا متعينا على اهل هذه البلد فمن يليهم من المسلمين مثلا الان حاله فلسطين اخواننا في بيت المقدس وفي اكناف بيت المقدس انما يمارسون جهادا متعينا على القادر منهم وهو الذي فرضه ربنا بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نعم. وكذلك القتال يكون في سبيل الله عز وجل دفعا لشر الفئة الباغية قال الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر أمري. الله يعني القتال ها هنا ليس هدفا لذاته وإنما هو من باب كف شر هذه الفئة الباغية الظالمة ولذلك قال ربنا جل جلاله فإن فاءت ف فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين ثم أيضا الجهاد يكون في سبيل الله عز وجل من باب نصرة المستضعفين لو كان هناك فئة من المسلمين مستضعفة وهذه الفئة لا تملك أن تدفع الأذاها عن نفسه عن أنفسها كما هو حال إخواننا مثلا الآن في الإيغور هؤلاء الذين يتعرضون لابشع انواع التنكيل والتعذيب، لو كان هناك رايه للجهاد مرفوعه لتدافع اليها المسلمون، لذلك ربنا جل جلاله قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كذلك القتال يكون لنشر الدعوه بمعنى اننا عندنا دين مامورون بالدعوه اليه من دخل فيه طوعا فقد صار اخا لنا له ما لنا وعليه ما علينا من ابى فانا لا نكرهه لكن ينبغي ان يتركنا ندعو لديننا ونكون سببا في هداية عباد الله كما قال ربعي ملخصا هذه الفكرة رضي الله عنه بين يدي رستم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء أي من شاء الله إخراجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ولما قال له رستم يعني فماذا تريدون من وراء ذلك؟ قال خير امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نخير عدونا بين الاسلام والجزيه فان ابوا هاتين الخصلتين نستعين الله عز وجل ونقاتلهم. فهذه ايضا من الحالات ثم هناك يعني حاله لا وجود لها الان يعني في آه زماننا وهو ما يسمى بجهاد الطلب، ان نطلب العدو في في مكانها، الموجود الان من القتال تحت رايه اسلاميه واضحه كله انما هو من باب الدفع من باب الدفع نعم ومن باب حمايه الانفس والمقدسات والاعراض وما الى ذلك. في كل هذا 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 الكلام لم ترد قضيه الدفاع عن الارض. أين تصنيف قضية الدفاع عن الأرض؟ نعم الدفاع عن الأرض إذا كان بمفهوم إسلامي يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما خرجوا في أحد لما خرجوا في الأحزاب إنما يدافع عن المدينة باعتبار أن المدينة هي دارة الإسلام وهي مأرز الإيمان وهي دار الهجرة وهي عاصمه الدوله الاسلاميه في ذلك الوقت بهذا المفهوم الجهادي ليس دفاعا عن الارض من حيث كونها ارضا وانما دفاعا عن الارض باعتبارها ارضا اسلاميه سكانها مسلمون تقام فيها شعائر الدين ترفع فيها رايه الجهاد وما الى ذلك من المعاني نعم وبالتالي اذا كانت الارض ارضا اسلاميه سكانها مسلمون يدخل الدفاع عنها كمثل الجهاد في سبيل الله نعم وجihad ومن, ومن لوازم الدفاع عن هذه الارض اننا سندافع عن الاعراض والدماء والاموال لان ذلك كله نعم سيضيع فيما لو استبيح واذا كانت ارضا خاصه فهي تدخل في جنس المال نعم تدخل في جنس المال اليوم في زماننا هذا يعني حاله حاله منتشره بان الدول تلجا احيانا ام يعني دول معينه غنيه او شيء تلجا للاستعانه بجيوش اخرى او حتى تكون جيوش من المقاتلين الذين يعني يعملون لاجل المال وبالتالي الهدف يكون احيانا حمايه الدوله او حتى تحقيق بعض السياسات في هذه الحاله يعني ماذا يسمى هذا القتال او التوصيف الشرعي <applause> لمثل هذا القتال التوصيف الشرعي للقتال الذي لا تتضح فيه الرايه ولا تعلم منه الغايه وانها غايه شرعيه لاعلاء كلمه الله عز وجل لحمايه المستضعفين، لنشر الدين، للذود عن المقدسات، لحمايه الدماء والاموال والاعراض وما الى ذلك من المعاني الشرعيه الواضحه، هذا القتال هو قتال الجاهليه. لكن لكن نحن الان في زماننا هذا يعني لا يمكن لدوله معينه ان تعلن انها ستقاتل لاجل هذه الاصناف التي ذكرت انما اغلب القتال والمعارك تتم لاسباب سياسيه ايه ليس بالضروره ان تعلن ليس بالضروره ان تعلن لكن انت تعلم بان هذه الجيوش او هذه الفئات المقاتله يكون عندها عقيده عسكريه ما يسمى بالعقيده العسكريه ما هي العقيده العسكريه التي ينطلق منها هؤلاء ما هي عقيده هذا الجيش الذي يقاتل بذلك يتضح ان كانت هذه الرايه رايه عصبيه يعني من اجل الدفاع عن عنصر عن جنس باعتباره جنسا راقيا او يعني الان لو لو رجعنا الى الحروب التي إثارت خاصه الحروب الكونيه، الحرب الاولى والحرب الثانيه انما كانت منطلقه من اساس هل الجنس الاري افضل او الجنس السكسوني افضل او ايهما اعلى ايهما انقى هذه هي التي جرت على الناس ويلات عظيمة لذلك الرسول صلى الله عليه, عليه وسلم حذر من ذلك غاية التحذير فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية وقال عليه الصلاة والسلام من خرج على أمتي لا يتحاشى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة أو يقاتل دون عصبة فمات فميتة جاهلية ولذلك يعني أنا أريد يعني أن أوجه نداء بهذه المناسبة أقول لأبنائنا وإخواننا من الشباب أقول لهم اعلموا بأن الأرزاق مقسومة كالآجال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني مثلما أننا موقنون أنه إذا جاء الأجل فلا يتقدم ولا يتأخر. إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك الرزق لا يزيد ولا ينقص. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم طلب الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله نعم. يعني الآن أنا ما أطلب الرزق بأن أبيع خمرا أو أن أسرق مالا أو أن أشتم عرضا أو نعين لنا. ظالما فمن باب أولى هذه مسألة القتال يترتب عليها قتل نعم. والقتل أعظم الذنوب عند الله عز وجل بعد الشرك نعم. يعني قتل نفس مؤمنة واحدة الله جل جلاله قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل, قتل الناس جميعا وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أربع مصائب كبار فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من يقتل مؤمنا واحدا فما بالك الآن بمن يحمل رشاشا ولا يجلس على مدفع ولا يقود يعني قائرة يصب الحمم لا يدري كم من الأنفس يقتل كم من النساء كم من الصبيان كم من الشيوخ العجزة ولكم أن تتأملوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجه جيشا فإنه يوصيه عليه الصلاة والسلام بأن لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا راهبا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرج يودع يزيد بن أبي سفيان في طريقه إلى الشام أوصاه بهذه الوصايا وزاد عليها ولا تخربن عامرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكلة ولا تقطعن شجرا مثمرا يعني ما عندنا في ديننا مفهوم الحرب الشاملة هذه الأرض المحروقة الأرض المحروقة كما يفعل الروس نعم كما فعلوا في الشيشان وكما فعلوا في سوريا نعم ما عندنا قضية صدمة الرعب هذه التي فعلها بوش في العراق بأنه في أول دقيقة من الحرب تمطر بغداد بألف قذيفة م. وبعض هذه القذائف يعني الواحدة منها تزن طنا م. من أجل أن يلقي الرعب في قلوب الناس ما عندنا في شريعتنا عموما ما حكم القتال رغبة في كسب المال يعني أن يقاتل الإنسان وهدف القتال في النهاية أن يكسب المال هو قتال الجاهلية فان النبي عليه الصلاه والسلام قال من غزا من غزا غزا يعني قتال في سبيل الله نعم. ولم ينوي الا عقالا فليس له الا ما نوى العقال وما تعقل به الدابه ما تربط به الدابه من غزا ولم ينوي الا عقالا فليس له الا ما نوى نعم. ولما سئل عليه الصلاه والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا السؤال عن غزوات كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجاب باسلوب الحكيم قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله، ليس في سبيل الله من قاتل شجاعه ولا من قاتل للمغنم ولا من قاتل ليرى مكانه ولا من قاتل من اجل عصبيه ولذلك القصه المعروفه يوم احد لما كان ذلك الرجل يهد المشركين بسيفه هدا فقال المسلمون ما اغنى عنا احد غناء فلان يعني ما في احد صنع كصنيع هذا الرجل قال عليه الصلاه والسلام هو في النار قال الصحابه حتى كدنا نشك اذا كان هذا في النار من يكون في الجنه لكن أحد الصحابة جاء بعدما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها يقول أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وما ذاك؟ قال ذاك الرجل تبعته إذا تقدم تقدمت وإذا تأخر تأخرت حتى أصابته جراحات عديدة فدنوت منه قلت له هنيئا لك الجنة يا قزمان رجل كان اسمه قزمان فقال لي ما قاتلت من أجل جنة ولا خوفا من نار ولكني قاتلت حمية لقومي قال فلما آلمته جراحه انتزع سيفه وضع في صدره ذبابته ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فانتحر نفسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس وهو من أهل النار طيب إذا كان هذا يا إخواني في قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصير من فسدت نية هذا المصير فما بالكم بقتال تحت راية عمية لا هو يرفع راية الإسلام ولا عرف عنه انتصار لقضايا الدين ولا عرف عنه أهل بلده خيرا وإنما ما وجدوا منه إلا الدمار والخراب والإحراق آبار النفط وإشعال النيران لعلنا نأتي إلى هذه التفاصيل في 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 نهايات الحلقة لكن أريد أن أسأل هنا القتال لأجل المال يكون تحت راية عمية لكن حكمه هل يعني إذا لم يكن في سبيل الله هل يجوز هو؟ ما يجوز ما يجوز هل يختلف إذا كان إذا ما يجوز أنا ذكرت الآن اعتبار المآلات يعني مم. يا أيها الشاب تصور لو أنك ذهبت إلى ليبيا أو ذهبت إلى اليمن فقتلت نفسا مسلمة واحدة بغير حق هذه توبق آخرتك طيب لو كنت أعمل في شركة أمنية وكانت هذه تقاتل أو تنفذ مهام في دولة غير غير مسلمة بالتالي أنا أضمن أني لن أقتل مسلما لكن سأقتل غيره وحتى غير المسلم ليس قتله مباحا بكل حال يعني الفقهاء لما قسموا الكفار إلى أربعة أقسام زمي ومعاهد ومستأمن وحربي هذا الاخير هو الذي يقتل هذا الحربي اما انك دخلت بلدا باذن اهلها وتاشيرتهم وبرضاهم ثم ذلك تقول هؤلاء يعني كفار <applause> انا أقتلهم ما يجوز ولا يجوز ان تسرق اموالهم يعني الان للاسف في بلاد اوروبا يوجد بعض الناس وربما يذهب الى محطه البنزين فيعبئ سيارته ثم يولي الادبار فاذا سئل يقول هؤلاء كفار كفار انت مجاهد ما شاء الله وانت في 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 غزوه انت دخلت باذنهم وتحت حمايتهم وبالتالي القتال القتال بهدف المال بكل حالين لا يسوق. ليس قتالا مشروعا نعم نعم طيب الان وانا انبه ايضا اخي ويس كلمه المرتزقه م. هذه التي نطلقها الان في معرض الذم كان علماؤنا الأولون يطلقونها على الجيوش النظامية يعني الجيش الإسلامي هناك مرتزقة بمعنى أنهم في الديوان يعني يأخذون أرزاقا من يأخذون أرزاقا أو بتعبير اليوم مرتبات نعم. هؤلاء هم الذين يسمون مرتزقة وهناك المتطوعون فللأسف الآن كلمة مرتزقة هذه صارت تطلق على يعني حتى حتى الاتفاقيات الدوليه تنص على 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 منع قضية الارتزاق وقضية القوات المرتزقة هنا ما حكم أن يرسل الحاكم قوات بلاده أو حتى شباب بلاده للقتال في مكان آخر بهدف أن تكسب الدولة تكسب الدولة مالا أو حتى تكسب بعض أفرادها مال يعني هل هل اختلاف اكتساب المال أن يكون للدولة يعني يختلف النظر؟ أخي أنا أريد أن أبسط لإخواني وأخواتي القضية لو أن هذا الحاكم نفسه قد ساعد في تصنيع الخمور من أجل أن يجلب للدولة ماله لو أن هذا الحاكم فتح محلات للبغاء من أجل أن يجلب للدولة ماله كل الناس سيقولون بأنه خائن لله ورسوله بأنه عاص لله ورسوله بأنه متعد لحدود الله مجترئ على الحرمات طيب القتل سواء هذا القتل هذا الذي ارسله او قتل اخرين من المسلمين على يد من ارسل، هذا اعظم اثما واشد جرما عند الله عز وجل من تصنيع الخمور او فتح محلات للبغاء والزنا، ولذلك اقول هذا الذي يجترئ على هذا الصنيع خائن لله ورسوله ومن اوجب واجبات الحاكم المسلم بعد حفظ الدين أن يحفظ على الناس أنفسهم أن يحفظ على الناس أنفسهم لكن أن تطيب نفسه بأن يبعث شبابا أو حتى شيوخا ليس بالضرورة يمكن بعض الناس يقول شباب خلاص نبعث يعني أصلا سيموتون إن لم يموتوا في القتال سيموتون بأعمارهم نقول المسلم يبقى مسلما دمه مصون حرمته عند الله عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم فلا يجوز أن يبعث بشاب ولا شيخ بعالم ولا أمي بذكر ولا أنثى من أجل أن يقاتل في بلد أخرى تحت راية عمية وهو قتال بين مسلمين من أجل أن نقول بأنه سيدر على الدولة مالا أو أنه سيجعل لها مكانة سياسية بين الدول. لكن هذا هذا المال وهذه المكانة السياسية تحفظ الأمن القومي للبلد وبالتالي أنا أرسلهم لأجل الحفاظ على الأمن القومي. شوف هو العلماء رحمهم الله حتى لما تكلموا عن قضية الإكراه قالوا لا يحل لمسلم أن يفتدي نفسه بغيره. يعني الآن لو أن الإنسان أكره على أن يشرب خمرًا فإنه يشربها فها هنا الضرر. راجع عليه وما عليه إثم لأنه مكره لكنني لو أكرهت على قتل فلان من المسلمين إما أن تقتله وإلا قتلناك لا يحل لي قتل هذا المسلم لماذا؟ لأنه ليس له أن يفتدي نفسه به بقتل غيره من المسلمين فهنا الدولة تريد مكانة سياسية تريد حفظ أمنها القومي تريد أن تجلب مالا، تريد ان تدر بعض المنافع، فتلجا الى هذا السلوك لا يجوز. نعم، انا انا جندي نظامي واعمل في الجيش، والجيش تم يعني وضعه في تلك المناطق او ارسال قواته الى تلك المناطق، ما الذي يعني يلزمني فعله يعني؟ يلزم يلزمك ان تبحث لنفسك عن الخلاص، ما يخلصك بين يدي الله عز وجل فانه عما قريب ستموت. وستدخل قبرك وحدك كما قال ربنا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره لن يكون معك القائد ولا الرئيس ولا نائب الرئيس ولا ولا قائد الكتيبه ولا اللواء ولا السريه وانما ستدخل قبرك وحدك لا يجوز لك ان تطيع هذا الحاكم او هذا القائد في معصيه الله عز وجل والقصه المعروفه لما خرج الصحابه رضوان الله عليهم في سريه فأمرهم أميرهم بأن يجمعوا حطبا فأطاعوه ثم أمرهم بأن يشعلوا نارا فأطاعوه ثم أمرهم بأن يقعوا فيها أيها. فلما تعجبوا قال لهم ألست أميركم؟ قالوا بلى قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى قال فقعوا حتى احتجزوا يعني خلاص تهيأوا من أجل أن يقعوا في تلك النار فقال لهم إنما كنت أمازحكم لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما كان قال لو وقعوا فيها ما خرجوا ما منها خرجوا. وأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بعد فاصل قصير نواصل في هذا الحوار إن شاء الله بعد فاصل قصير نأخذ تعليق شيخي على ما حصل للشباب السودانيين الذين اكرهوا على القتال في ليبيا ابقوا معنا بكم من جديد فضيلة الشيخ ونحن قبل الفاصل كنا نتحدث أنه يتوجب على الجندي النظامي أن يخالف الأوامر إذا دفعته إلى قتال المسلم أو غير ذلك ربما يقول يعني أحد الجنود لا يعني أنا أخرج فأطبق سياسات معينة وربما يكون الذي في الطرف المقابل ضالا زنديقا كافرا في فتوى بعض العلماء كمثلا يعني مثل ما يذهب ان يقاتل الحوثيين ويقول الحوثيين هم في النهايه في أباغية في اليمن وفضلا عن انهم يعني يعني يعتقدون عقائد معينه يراها او توجد فتاوى بانها يعني مخالفه لعقائد الاسلام وطبعا بالنسبه لقضيه الحوثيين لما الامر بدا في سنه 2014 كلنا يعني قال هذا الكلام بان هذه فئه باغيه وان هناك خطرا يتهدد الحرمين الشريفين وان واجبا على المسلمين ان يتعاونوا في دفع هذا الخطر الماثل هذا كلام يعني لا غبار عليه باعتبار ان هذه الفئه مدعومه من دوله باغيه توسعيه وقد ظهر شرها في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي غيرها من ارض الله وحصل يعني بها ضرر عظيم على المسلمين نعم. ولكن استبانت الأمور فيما بعد أن الحرب في اليمن حرب عبثية بشهادة إخواننا الأهل الشان إخوان اليمنيين أنفسهم بأن هذه الحرب الدائرة هناك لا يدرى ما وراءها وما هدفها هل هدفها اقتصادي هل هدفها توسعي هل هدفها سياسي بأن تمنع فئة معينة من أن تصل إلى الحكم هل هدفها منع استقرار اليمن نفسه فهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى خبراء سياسيين وعسكريين ولأنها حيرت الألباب وبالتالي تغيرت الفتوى وبالتالي تغيرت الفتوى نقول بأنه لا يجوز المشاركة في هذه الحرب خاصة بأن ضررا عظيما قد وقع على المسلمين من غير هذه الفئة نعم, نعم. أه هنا يعني يأتي إلى الذهن سؤال آخر أنا مواطن في دولة يعني غير مسلمة، وأنا مسلم، لكن يعني الدولة غالبيتها غير مسلمة، وبالتالي أحيانا تكون هناك خدمة إلزامية علي في الجيش، أو أحيانا أنا أنخرط في الجيش كوظيفة، مثل المسلمين مثلا في أمريكا، وبالتأكيد هذه الجيوش تخوض أحيانا حروبا أو احتلالا لدول أخرى، وأنا أكون مسلم وهذه وظيفتي يعني داخل الجيش باعتبار المواطنة. نعم. الجواب من القرآن الكريم فإن ربنا جل جلاله قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا هذه الآيات فيما نزلت نزلت في جماعة كانوا مسلمين لكنهم لم يهاجروا بقوا في مكة فلما كان يوم بدر أكرهوا على الخروج مع المشركين بقيادة أبي جهل ثم بعد ذلك قتلوا ويذكرون من بينهم علي بن أمية بن خلف بانه كان مسلما فيهم نزلت هذه الايات وفيها قول ربنا جل جلاله فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ولذلك هؤلاء الذين تسال عنهم اغلبهم قد هاجروا بحثا عن المال ثم امتهنوا هذه العسكريه اما من اجل الحصول على الجنسية الوجبات أو لأنهم موعودون بدراسة جامعية أو لأنهم موعودون بالجنسية التي يظنون من حصل عليها يعني دخل الجنة وما درى المسكين بأنه ربما يقتل ربما يأتيه يعني طلقة طائشة فيذهب وما درى أيضا بأنه قد يقتل يعني أنت, أنت تعلم بأن الحروب التي شنت في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من قبل يعني أمريكا وحلفائها كان هناك مسلمون وقتلوا في تلك الحروب وبعضهم قتل يعني قتل ناسا من المسلمين فهذا كله محرم لا يجوز يعني من حيث كونك ستؤذي إخوانك المسلمين ثم الأعظم من ذلك بأنك تقاتل تحت راية كفرية ليست راية عمية بل هي راية كفرية واضحة وكلنا لا يزال يذكر في سنة 2003 قبل غزو العراق لما أعلن بوش بأنها حرب مقدسة ثم عدل الكلام بأنها حرب العدالة المطلقة نعم. ولما لاموه غير العنوان لشيء آخر وحصل بها من الفساد وسفك الدماء في العراق وقبل ذلك في أفغانستان شيء عظيم فهذا كله لا نعم. طيب آه، الذي يقتل في تحت راية تحت الرايه العلميه او تحت الراي الكفريه هنا كيف يكون حكمه هو النبي صلى الله عليه وسلم بين انه مات ميتة جاهليه مات ميتة جاهليه وها هنا لو اذنت لي لا بد ان ابين لاخواني واخواتي بان الولاء والبراء في ديننا اصل عظيم <applause> الله جل جلاله قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي ولايه اعظم من ان يرضى الواحد نفسه ان يكون تحت رايه جيش دوله كفريه يطيع قائدا كافرا ويؤذي إخوانه المسلمين أو يؤذي غيرهم حتى من غير المسلمين معلوم بأن أمريكا قد تشن يعني حروبا كالتي كانت في فيتنام أو في غيرها وهي حروب ظالمة نعم. يعني من أجل التوسع أو من أجل السيطرة على يعني بعض الثروات أو من أجل أن تنزع نظاما وتفرض نظاما غيره أو لغير ذلك من الأغراض هذه الميتة الجاهلية يعني كيف نفهم يعني يموت كافراً؟ كيف نفهم هو طبعاً قضية التكفير هذه يعني ما نستطيع الحكم بها يعني إلا إذا آه توافرت شروط وانتفت موانع وأنت تعلم بأن الذين يخدمون في هذه الجيوش ممن يحملون أسماء إسلامية ليس حالهم واحدة نعم. فبعضهم قد يكون ممن يصلي الخمس وبعضهم ممن يكون لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، ما عنده غرض لا في دين ولا ولا في في قيم ولا في اخلاق. نعم. نعم. وبالتالي يختلف الحال لكنها ميته نعم. سيئه ميتة, ميته سيئه. سيئة. نعم. آه قد اكون مكرها على 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 هذا القتال، يعني انا جندي تحت هذا الجيش النظامي او اخذت كنت كنت انوي الهجره ثم اخذت عنوه وادخلت في 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 في, في قتال. هل اكون هو, هو أكون هذا إك... الاكراه يعني اعفاء لي عن المسؤوليه نعم هو الاكراه من سبق الكلام في ان لا يحل لي ان افتدي نفسي بمسلم اخر لن أ... ساكون موجود لكن ساحاول ان لا اقاتل وكذا انا مكره ثم ان الاكراه الذي يترتب عليه حكمه بانه لا يؤاخذ به شرعا لا بد فيه من شروط اربعه الشرط الأول أن يكون إكراها فعليا ليس إكراها متوهما ثم الشرط الثاني أن يكون فوريا فوريا وإلا لو قال لك اشرب هذه الخمر وإلا سأقتلك غدا ما تشربها لا ما ما أما لو قال لك اشربها وإلا قتلتك الآن فهذا فوري والسلاح على رأسك نعم ثم الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على أن يوقع ما يتهدد به مه. يعني أحيانا قد تجد طفلك الصغير يقول لك أنا سأخنقك أو أنا كذا هذا ليس إكراها لأنه ليس قادرا على أن ينفذ آه هذا نعم ينفذ هذا التهديد ثم الرابع ألا يكون المكره قادرا على النجاة ولو بالفرار مه. ولو بالفرار فأنت إذا كنت تريد أن تسأل عن هذه النازلة التي نحن فيها فلا لا, لا تنطبق عليها الإكراه لا ينطبق عليها لماذا؟ لأن بعضهم رجع إذا سنفصل في النازل إيه. الآن ونقول أنه بالأمس كانت هناك وقفة احتجاجية لأهالي بعض الشباب السودانيين الذين ذهبوا ضمن عقود الشركات الأمنية لحماية المنشآت وذهبوا إلى دولة الإمارات وهناك الشركة الأمنية المعنية أخذتهم إلى معسكرات الجيش حسب ما ظهر في الإعلام دون تأكيد من أي جهة رسمية وانهم دربوا تدريبا عسكريا ثم بدا الطلب منهم ان يذهبوا ويقاتلوا اما في اليمن او في ليبيا وكانت وجهه ليبيا هي الوجهه الاكبر فخرج اهليهم امس في وقفه احتجاجيه امام السفاره الاماراتيه ليحتجوا على قطع الهواتف بينهم وبين ابنائهم و اجبارهم على هذا، ما هو تعليقكم بالمجمل على هذه على هذا الحد؟ نعم، هذه الـ الـ الأخبار <applause> إذا كانت بهذا الشكل فالتوصيف الشرعي لهذا الفعل بأنه نفاق، وأنه غش، وأنه بغي. نعم. أما كونه غشاً، من غش فليس منا، هؤلاء الشباب قد تعرضوا لغش، فإنهم أخذوا لشيء ويريدون يراد لهم أن يوظفوا أو أن يستعملوا في شيء آخر. نعم. ثم من ناحية ثانية نفاق لأنه نقض للعهد هناك عقود وقعت وهذه العقود يعني أنا سمعت بعض النساء تقول بأنها قد اطلعت على العقد وأنه لا غبار عليه بأنه لحراسة منشآت وما إلى ذلك بمعنى شركات الشركات الأمنية الخاصة المعروفة هذه التي تزود يعني أسلحة خفيفة جدا أو عصي أحيانا أو عصي نعم فالهؤلاء عاهدوا فغدروا وآية يعني وأربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها ومن بينها إذا عاهد غدر فهذا الغدر قد حصل ثم من ناحية أخرى فيه استخفاف بأقدار الناس ودماء الناس وكأنهم ليسوا سوى غنم أو, أو, أقام أو أرقام أو, أو, أو مستعبدين من أجل أن يسيروا ما يملك أن يقول لسيده لا ولذلك أقول هذا الذي حصل نفاق ثم إنه بغي هؤلاء بغوا على هؤلاء الشباب وتعدوا عليهم وآذوا أهليهم يعني لنا أن نتصور الآن الحال الأب والأم الذي لا يهنأ بطعام ولا منام وهو يتوقع في أي لحظة بأن يقال له بأن ولدك قد ذهب ثم إنني أقول لهؤلاء له الشباب لا تثقوا بوعود هؤلاء حكام الامارات هؤلاء لا تثقوا بوعودهم لكن <تكلمة> الوعود هي من الشركه فانهم <تكلمة> من الشركه ما تصرفت من نفسها يا اخي، الشركه ما تملك ان تتصرف هذه التصرفات التي يترتب عليها ما يترتب من من نفسها، نحن عندنا عقول وهؤلاء لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، حتى لو قالوا لكم اننا سنعتبرهم شهادة الشهاده هذه هل هي منحه؟ يعني تعطى من فلان ابن فلان ولا من فلان ابن فلان، الشهاده هذه توصيف شرعي لا تصدق الا على من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه شهيد، ولذلك حتى القتيل المعترك في حرب واضحه ما نجزم له بالشهاده وانما نقول نحسبه شهيدا نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احدا. طيب يعني انا شاب وخرجت طلبا للرزق، ربما اذا بقيت في دوله مثل السودان وما فيها من انهيار اقتصادي وضيق حال يعني اموت من الجوع ولا اموت من هذه، وهذه فرصه في النهايه يعني جاءتني حتى لو كان قتال انا مضطر لمثل هذا. طبعا هذا قد مضى الجواب عنه بان الارزاق مقسومه والاجال معلومه عند الله عز وجل في كتاب مبين وان هذا الكتاب ما يملك احد ان يغير فيه شيئا ولو فعلت ما فعلت لو صنعت ما صنعت الرزق هو الرزق <applause> ثم إنني أقول ما في أحد والحمد لله مات جوعا فإن الجوع يطرد بالرغيف اليابس كما قال القائل فعلام تكثر حسرتي ووساوسي لكن تحصل كثير من و... المجاعات يموتون الناس من الجوع أنا لا أنا أتكلم عن السودان <applause> الآن في الوضع الحالي ثم إنني أقول بأن طلب الرزق يكون بالأخذ بالأسباب بالضرب في الأرض بالدعاء بالاستغفار بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون طلب الرزق كذلك بتقوى الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وطلب الرزق كذلك يكون بأن تتخذ لك قدوة كم من الناس كان فقيرا معدما ثم صار تاجرا شهيرا و متمولا وصار ما صار. ربما يقول قائل يعني انا 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 كمواطن سوداني عشت في السودان وجربت حكم الكيزان الذين كانوا في, في 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 السودان، ويعني عشت عشت ويلا لذلك، والان في ليبيا يعني القتال مع قوات خليفه حفتر هو لمنع ان يتسلط من هم امثال هؤلاء الكيزان على 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 ليبيا، وبالتالي انا اعين في شيء طيب يعني. طبعا هذا منطق من يقامر. من يقامر بدينه ومن يقامر بحياته في صفقة خاسرة والجواب أولا بأن القرآن الكريم علمنا أن التعميم لا يجوز القرآن الكريم حتى لما تكلم عن أهل الكتاب قال من أهل الكتاب من إن تأمنوا بدينار من تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة وقال عن أهل الكتاب بعدما ذكر مثالبهم ومساويهم قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون نعم فالتعميم ممنوع ثم ليس من ديننا أن نأخذ البريئة بجريرة المذنب قال الله عز وجل وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى نعم. ثم إن المنصفين يعلمون بأن الحفتر هذا ما يقاتل الكيزان كما بتعبير الناس وانما هو ثوره مضاده ترعاها دول معلومه من اجل ان تبطل ما تبطل اشواق اخواننا في ليبيا نحو دوله تؤسس على عداله وشورى وتكافؤ للفرص واستفاده من الخيرات و استفادة من الثروات وما إلى ذلك ولذلك الآن تجد مع حفتر يقاتل الروس سواء كانوا مرتزقة أو نظاميين على اختلاف الروايات يقاتل الفرنسيون آه الإمارات تقصف بطيرانها الـ 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 السيسي أيضا يقذف ويقصف بطيرانه هؤلاء جميعا يتعاونون على الاثم والعدوان، ما الذي جمعهم؟ بالمقابل تركيا تساعد حكومة طرابلس هذا شيء حديث الان، لا. هذا شيء حديث الان حصل ولهم في ذلك ايضا حساباتهم. مه. لكنني اقول بانها ما الذي يجمع بين الروس مع الفرنسيين، مع الامارات، مع السيسي، مع هؤلاء جميعا مه. مع المرتزقة الذين يأتون من دول افريقيه وغيرها. وبالتالي ترون منع القتال تحت رايه خليفه حفتر باعتباره بغير باعتباره بغى على على بعت... على بقيه ب... باعتباره اولا رجل باغ باعتباره ثانيا انه ناقض للعهود باعتبار ما رؤية من ضرر باعتبار تحالفاته. تحالفاته هذه مشبوهه هو الان يذهب فيستقبله ترامب. يذهب فيستقبله بوتين في 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 روسيا ثم حكام الامارات يمدونه ثم حاكم مصر ايضا يعينه ويستقبله نعم ف... لكن لكن حينما يخرج راسين للدوله او يصبح فيها راسين تغرق ي... الدوله لا تغرق الدوله لكن يجوز قتل احدهما لتستتب الامور صحيح هو الحديث اذا بويع لخليفتين والحديث الاخر من اتاكم وامركم جميع يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، هذا يصدق على حفتر وبالتالي آه، لا يصدق عليه انه هو اثنين الدعوه لا ليس اثنين هو آه. هو الان انا اعجب من الناس الذين يتكلمون دائما عن الخروج وعن الخوارج يعني من الخارج ها هنا؟ آه. من الذي خرج على الحاكم؟ طيب اذا كان استتب له يعني است يعني كما يروج البعض بانه استتب له يعني يعني جزء كبير من من البلد فبالتالي يعني خلاص هو اصبح اهل او اهلا ل استتب له الامر في البلد لا قدر الله بان يخرج الجثث من القبور ويشعل فيها النيران كما صنع في بني غازي بان يحاصر بعض المدن حتى ياكل اهلها الجيف أي أي إيمان أي إسلام أي أخلاق هذه نعم هنا يعني سؤال آخر يعني الآن هؤلاء الأسر التي انقطعت خبر أبنائها عنها ما هو واجب المسلم الفرد المسلم تجاههم في أن يعينهم ما هو واجب الحاكم تجاههم نعم أنا أقول بأن الحكومة السودان الآن في حرج عظيم يجب عليها أن تواجه هذا الأمر بما بما يستحقه فإن هذه دماء مصونه وأنفس محترمه وشباب خرجوا ولهم يعني أهل وأرحام وجيران وأحباب وأن التساهل في هذا الأمر وهذا الصمت المريب الذي صمت غير كريم تتحلى به الحكومه في مواجهه هذه المعضله أمر لا يمكن أبدا قبوله. بل الواجب على الحكومه ان تطلع بمسؤوليتها وان تحفظ مهج ابناء البلد وان تخاطب تلك الدوله خطابا رسميا بانه يجب يعني ارجاع هؤلاء الشباب وانه ما ينبغي خروجهم ما ينبغي ابدا ان تقفز يعني تلك الدوله او الدويله على الحكومة القائمة أيا كان رأينا فيها تقفز عليها وتأخذ شبابا من أجل أن تستخدمهم في قتال هي تجني أرباحه ويكون خسارته على هؤلاء وذويهم نعم هنا عندي سؤال من زين العابدين هذا طبعا هذا الذي أطالب به أضعف الإيمان وإلا يعني لو كان هناك يعني دول تكافئ الدول بصنيعها فيكون هناك قطع للعلاقات الدبلوماسية ويكون هناك يعني شكوى تصعيد, نعم تصعيد للأمر نعم هنا سؤال من زين العابدين مكتوب زين العابدين مدني لا أعرف هل هو من مدينة مدني أم اسمه زين عبد مدني يقول ما هو حكم من قاتل في سبيل الطاغوت مكرها فغلب أو قتل يعني لا يقتل وإنما يغلب يعني هو أنا سبق, سبق الكلام عنه بأن مسألة الإكراه هذه يعني لا اعتبار اي نعم نعم واذا غلب فهو فهو آثم فهو آثم واذا قتل مات ميتة جاهلية. ما جاهليه طيب آه عندنا ايضا هذه اسئله لعلها اجبنا عنها الحلقه عندنا عبد الرحمن من سوريا يقول حكم القتال مع الجيش بسبب الخدمه الالزاميه الخدمة الإلزامية الخدمة ما ما العلم و... الخدمة العالم وما جرت العادة بأن يعني يستخدم هؤلاء في قتال لا في 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 سوريا الآن يستخدمون ربما أي رب رب نعم يستخدمون ما ما في بسبب الظرف الحاصل في في سوريا ما يجوز بالعكس سوريا كمان الأمر أوضح نعم لأنك ستقتل يعني مسلمين من بني لكن ممكن يصدر عليه حكم إعدام إذا لم يلتحق ولو ولو ما ما يجوز لك ان ان تفدي نفسك بغيرك من المسلمين لكن احيانا يحط يضعونه في حواجز او شيء يعني لا يكون في الصفوف الاماميه مثلاً. ولو لكنك معرض لان تقتل وان تقتل انفسا معصومه انفسا بريئه ففي هذه الحاله لا يجوز لك لكن لو استطعت ان تؤدي هذه الخدمه دون ان تتورط في قتل نفس معصومه فتدفع الضرر عن نفسك وعن غيرك نعم. هنا عندنا سؤال ليس له صله بموضوع الحلقه هو من الحلقه الماضيه لكن لعلنا ايضا نجيب عنه يقول حكم الاشاعات وكنا تحدثنا عن حرمه الاشاعه وترويجها يقول حكم الاشاعه في الحرب او في الاقتصاد خاصه في الاسواق الماليه يعني هناك شيخ تحصل في الأسواق المالية سواء كانت أسواق الأسهم أو حتى الفوركس وغيرها مم. من البورص أحيانا تجد بعض الناس يروجون أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليدفعوا المضاربين باتجاه معين ربما يكون ليس هو حقيقة الأمر مم. قد يكون هذا لأجل تحصيل مكاسب أو يعني هذا طبعا ما يجوز هذا من الكذب والكذب حرام والحديث أم كلثوم رضي الله عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب مما يقوله الناس إلا في ثلاث في الحرب وإصلاح ذات البين وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته فقضية أني أكذب من أجل أن أرود بضاعة أو من أجل أن أصرف المودعين أو المضاربين أو المساهمين في وجهة معينة نبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم يا رسول الله خابوا وخسروا قال رجل كان عنده فضل ماء فمنعه من السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب وفي الحديث الآخر نبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الـ 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 الكذب التجار هم الفجار يوم القيامة إلا من بر وصدق لا. فقضية أنك تكذب لأن هذه بورصة ولا فوركس ولا سوق الأسهم أو كذا ما يجوز كذلك مسألة إطلاق الـ 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 الشائعات التي يراد بها الإضرار بفلان او بالشعب الفلاني او بالامه الفلانيه او بكذا هذا كله لا يجوز كله لا يجوز وفي الحروب في الحروب النبي صلى الله عليه وسلم اجازها اذا نعم. كانت في صالح المسلمين نعم مم. نعم النبي عليه الصلاه والسلام رخص في الكذب في الحرب لكن علماؤنا رحمهم الله قالوا لو استطاع ان يستخدم التورية مم. لو استطاع ان يوري بألا يكذب لكن ينطق بكلام يفهم منه السامع شيئا وهو يريد معنى اخر، كما <applause> قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء نعم. فبدا الرجل يسال امن ماء العراق؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقصد من ماء مهين او من ماء دافق. ولكن ليس ترويج الاشاعات التي تضخم العدو او شيء او تبعث على الخور بين المسلمين. هذا هو الارجاف. نعم، آه نحن في في مشارف ختام الحلقه هل لكم رساله توجهونها لاهالي هؤلاء الشباب وحتى اذا دعاء بالخير يعني نعم انا يعني اريد ان اخاطب الامهات والاباء اقول لهم بالله ثقوا واياه فرجوا واعلموا انكم ما اردتم الا خيرا يعني انتم بعثتم بفلذات اكبادكم وثمرات قلوبكم من اجل ان يكسبوا رزقا حلالا يوسعون به عليكم فانتم في ذلك ماجورون لكن تعاملتم مع من لا يتقي الله عز وجل فيكم والمطلوب منكم الان ان تكثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله وهي الكلمه التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم مالكا والد عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنهما وان تكثروا من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله عز وجل يفرج بها الهم وينفس بها الكرب ثم ثالثا لا تكفوا عن إنكار هذا المنكر بالوقفات الاحتجاجية والمذكرات تسلمونها للنائب العام وتسلمونها للمجلس السيادة وإلى مجلس الوزراء وأيضا تكثرون من الوقفات الاحتجاجية, الاحتجاجية أمام سفارة هذه الدولة الباغية من أجل أن يعلموا بأن فعلتهم هذه لن تمر هكذا والدعاء الدعاء نعم بغير شك هذا هو الـ 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 الامل الاول والاخير نسال الله عز وجل ان يرد غربتهم أم. وان يحفظ مهجهم وان يصون دماءهم وان ينتقم لهم ممن ظلمهم وان يردهم سالمين انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. اشكر لكم ما قدمتموه في هذه الحلقه. الله. الله جزاكم الله خيرا وفي الختام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قال السيوطي في الديباج اي هو المؤاخذ المعاقب، انتهى كلامه رحمه الله. فلا ينبغي لاحد ان يقاتل مع ظالم اخاه المسلم، ولا ان يعين الظالم في اي فعل من افعاله، وعلى الحاكم المسلم رعايه ابنائه ومتابعه غائبهم، وعدم ايراد قوات البلد موارد الهلاك لاسباب لا تعود بالنفع للناس. الدين والحياه نناقش فيه دائما اشكالات الحياه، لاننا نعتقد جازمين ان الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم واسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته